السلام عليكم دي سير بوي بيك رياكشن جانيكم وليد برياكشن جديدة كالعادة والعوائد من سيري اي اللي المتواصلة القريبة على النهاية الوليد وصلنا لاخر تيتويت جدد فهمتني واللي نكملوهم نتوكلوا على ربي كما قلت لكم في وسط الجمعة هذية ولا اخر الجمعة نبدأ في السونداج الجديدة اي اللي ناس غريبة تيتر باختياركم انتوما الوليد من بالانس البوم بالانس ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى مع بعضنا نفهموا العملية بالكدي بالكدي وباص فما فوضى الوليد عندي ثقة في قدراتكم عندي ثقة صاحبي في لغتكم ليتس جو ما توقعتوش البيت هكا صاحبي ما توقعتوش الضربة تحسها في مخك في العروق نتاعك مخي طيب يدور قلبي فايت كيما كيسي باللي فما نقول ديما خايف كي احساسي قالوا فينا زور لي كنت حاسبهم من ناسي بقات في مخي ومانيش ناسي والله الناس غريبة باللي تعمل خير تلقى كان العيبة حتى مر قصير عاشو في تركيبة باللي تعمل خير تلقى كان العيب باز 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 مادام عايشين في دنيا كيما هكا للاسف الدنيا ولات هكاك الولاد دونك ما توقعش الخير باش يجيك من عباد توقع الخير باش يجي من يديك انت تعمل الخير خلي قلبك ديما ابيض امشي بكل نيه صاحبي فهمتني ولا ما تعطي ثقتك لحد كيما العاده ولا عواد نفس الادفايس نتاعي على طول ثقتك 100% ما تعطيها لحتى بشر وما تستنى من حتى بشر انه يعمل معك الخير خليه كان على ربي حتى مر قصير عاشو في تركيبة قولي وين الخير قولي وين الديبة ناس مخلوقة تغير يا رجل ودفع ميلي وديفي عندي ملايكة فوق كتافي جيت الملكي فيها ديفي باقي الملكي فيها ديفي عطيتهم قلبي ماهوش كافي حبوا يشوفوا عمري وافي عطيتهم قلبي ماهوش كافي حبوا يشوفوا عمري وافي صاحبي قالوا طاحوا في من ديفي مرضى قلنا ربي شافي موتي فيك وفاك الباد فايب خويا الفات رانا نعرفو عمري شانا كنت معاك خايف خويا كان قادر انا نخافو ريبريزنت ذيس از ماي لايف والمخاخ طاقة ما نضافو ريبريزنت ذيس از ماي Representing this is my life المخاخ ثاق اما نضافو لايف والمخاخ ثاق اما نضافو ماشي فوق النار باللي فما راضي قاسي فيخ النار بين حاضر وماضي وسيلي للنار تعبي مشى الفاضي فراسي ناوي ثار كان الرب القاضي مخي فراسي ناوي ثار كان الرب القاضي صاحبي صاحبي ملا لغة ملا فيلينجز الوليد لغة اللي تنجم كيما نقولوا تحطها يعني عشتها فهمت كيفاش نجم تحس بيها فهمت فاضي قلبي دور قلبي فايض كيما كيسي باللي فما نقول ديما خايض كي احساسي قالوا فينا الزور اللي كنت حاسبهم من ناسي بقات في مخي ومانيش ناسي والله الناس غريبة باللي تعمل خير قلبك كان العيبة حتى مر قصير عاشو في تركيبة قولي وين الخير قولي وين الديبة مخلوقة تغير وين الطيبة وين الخير وين الطيبة صاحبي ناس مخلوقة تغير صاحبي تغير لك على كرسون شريتو جديد نشره في الفيراندا صاحبي بتاع داركم والله يا شوف تدخلني وثبت فيه مسكوتهم يغشوك يحفر لك ويجيبك فيه تاكلوتهم يحشوك كان شادد طريق صحيح تعطي ورد وتاخو الشوك ماك تعرف العربي سفيه بابا تعطي الورد وتاخو الشوك ماك تعرف العربي صحيح الولاد عمري ما توافقت مع اي لي 100% في كلامه قدم حبينا قدمو حبونا التالي يا يا الناس اللي حطمو نحيدو من بالي يا يا مخي اللي نختمو شن حسن حويلي يا يا مخي اللي نختمو شن حسن حويلي يا يا فايق الليل وخليت النور ماشي البيت وخليني نول هبل البيت نبل المريول نبل جديد وكيما من لول لي فما حكيت نقول اللي نقول نبل نسيت لي انا مسؤول نكمي في الشيت وخليني كول شدد طريق وديما اللي تول مخي طيب يدور قلبي فايض كيما كيسي باللي فما نقول ديما خايف كي احساسي قالوا فينا الزور اللي كنت حاسبهم من ناسي قد في مخي ومانيش ناسي والله الناس غريبة باللي تعمل خير اش بتبيا شفت كيفاش بتبيا في البيت توقعتوا البيت ما جاش اما باش يجي كان العيبة حتى مر قصير عاشو في تركيبة قولي وين الخير قولي وين الديبة
ناس مخلوقة تغير ما عود جيل بيت الولاد بالف دي بيجي الولاد باش تفهم اللي ايه ليه بتجب توقع معاه شيء ها صاحبي توقعت كما العادة البيت فهمتني ولا يا اخي ما جاش بيت ما جاش بيت وهكا نكونوا كملنا اي لي ناس غريبه تيتر شباب الاولاد قصير شويه فهمتني ولا ما هذا ما يمنعش فما برشا لغه فما برشا احاسيس برشا فيلينغز خرجت الاولاد هسه التيتر خارج ومكتوب من قلب ومخ اي لي فهمتني ولا بعد نوصل لي الكاتب ودار العمليه فهمتني ولا اما فرد الوقت تحس انه من صوت يعني يحكي لك بحاجه هو صارها هذاك اللي يعجبني في اي لي انه يخليك تعيش حاجات هو عاشهم ديما يقولها راني نقول الحقيقه في اللغة متاعي مانيش باش نزيد كذا وكذا وهيك باش ربحت محبة الناس خاطر اوتوماتيك ممكن تلقى انسان يحكي لك في قصة حياته ويحكي لك في الحاجات اللي عاشهم فرد الوقت يحب ينصحك انك ما تغلطش نفس الاغلاط اللي غلطهم هو بصفة انه عنده خبرة اكثر منك ولا اكبر منك في العمر فهمتني ولا اوتوماتيك ما باش تحبه باش ترسبكتيه وباش تحترمه هيك علاش ايه اللي عنده فان بيز ما شاء الله وهيك علاش يخدم على روحه وهيك علاش ديما واصل فهمتني ولا كيما تيتر هذا مثلا صاحبي تيتر فاكت 1000% اللغة اللي قالها كون صحيحة اختصارا فهمتني ولا والكونكلوزيون تاعنا كالعادة والعوايد خرجوها من تيتر الثقة 100% ليه وعمرك ما تستنى الخير من حتى بشر في الدنيا هذه كان بكومك واخواتك وان على لين وان على لين يوصل في عيني وان على لين كاو وربي سبحانه بينسير هذاك اللو اكاو اكاو مش بعديك فهمتني ولا كي الولاد كي تولى في روحك هكاكا اوتوماتيك مون بعديك حتى كي تجيك خايبة من عند انسان قريب لك ولا من عند صاحبك ولا من عند عشيرك ولا كذا انت عارف متقبلها يعني صارت جوست انت تعرف اش باش يصير اما ما تعرفش وقتاش لازمك هكا تعيش الولاد تو سامبلومون من الاخر هذا ما يمنعش الولاد فما عباد طيبة وفما برشا خير في برشا عباد اما صعيب باش تلقاه دونك كان عندك انسان ولا انسانة موجود وعندك ثقة فيهم بالكدي بالكدي استحفظ عليه وما تسلمش فيه الولاد وان على ليني مرة اخرى هكا نكونوا كملنا رياكسيون اي ليك العادة ما يخيبش الولاد ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن سيروا شراكم كومنتاتكم دنيتكم اجواءكم السبسكرايب بتاعكم خاصة مرحبا بكم على انستغرام بيكي مطر رياكشن 22 من سكول مرحبا بكم على kick.com البلاتفورم اللي باش نبداو نحلوا فيها لايفات برشا جيمنج برشا رياكسيونات اون لايف برشا شاتينج الولاد برشا حكايات وبرشا فازات وبرشا رياكسيونات مش تاع موسيقى برك برشا فوضى من الاخر الوليد مرحبا بكم الغديكا هاوكا موجود في الديسكريبسيون ادخل كليكي اعمل كونت بالجوجل متاعك ولا بالايميل متاعك تك تك اسهل منه ما فماش اعمل كل فولو وانا قبل من هاللايف نعلمك في الانستغرام بيجي مطر ياكشن 22 من سكيول مرحبا بكم الوليد نحبكم اللي هنا كلكم تمشيوا الغديكا واللي الغديكا يجيوا لهنا اللي مش جاوم يعني من الغديكا طول فهمتني ولا ونخدموا مع بعضنا الوليد وناكلوا هالدنيا peace and fucking love